زيادة طهصان. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بجمهور إذاعة ألف ألف أف أم. هلا يا مرحبا، والجو رايق، هلا باللي لهم قدر ومعزة. أحييكم أنا أخوكم عبد المجيد طاسام من خلف المايك من استديوهات إذاعة ألف ألف أف أم بمدينة الرياض، وعلى قولة مهندس الكلمة سمو الأمير بدر بن عبد المحسن يوم قال ما أرق الرياض تالي الليل. أرحب بمستمعي إذاعة ألف ألف أف أم سواء اللي يستمعون إلينا عبر تطبيق الإذاعة المتوفر على البلاي ستور أو الآب ستور، أو اللي يستمعون إلينا عبر موقع الإذاعة ألف ألف أف أم .com، أو اللي يستمعون إلينا عبر وهم يقودون سياراتهم، واللي يقودون سياراتهم سواء أخواننا أو أخواتنا نقول لهم امشي بهداوة يا حلو، دربك خضر. ولا أنسى أقول اليوم وكل يوم عاجل اسمع آخر خبر، الحب من قلبي صدر. أحبكم يا جمهور إذاعة ألف ألف، حب تعدى كل البشر. ولا تهون ضيفتنا الغالية الفنانة القديرة نادية المنصوري. مساك الله بالخير أخت نادية. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، كيف حالك أختي نادية؟ الحمد لله، كثير عجبتني المقدمة وكثير عجبني الكلام، يعني كثير مبسوطة أني أكون اليوم في ضيافتكم، ضيافة إذاعة ألف ألف أف أم، وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم. الله يطول عمرك، يقولون الجنون فنون، هل أنت مجنونة أختي نادية؟ والله اكتشفت مؤخرا في أغنيتي الجديدة أنه مجنونة بما فيه الكفاية. ما كنت أعتقد أنه أنا عاقلة جدا. كيف الموضوع تم بالنسبة لأول شيء؟ ألف مبروك ما شاء الله، المشاهدات تجاوزت النصف مليون الحمد لله في اليوتيوب، تستهلنك خير. بس علمينه كيف جت الفكرة مع أخوي الشاعر بدر التوم، فهد التوم؟ طبعا الأغنية هذه سمعتها من الصديق العزيز الغالي على قلبي بندر سعد، وكمان الصديق الأخ الغالي فهد التوم، التقينا وسمعت الأغنية هذه وكثير عجبتني الجملة اللحنية وعجبني الكلام، هو ما يشبهني. أنا مرات يعني أنا قدام ناس دائما عاقلة، مع نفسي تجيني أفكار مجنونة بس ما عندي الشجاعة والقدرة الكافية أنه أطبقها على أرض الواقع، دائما يعني أمشي شوي شوي ما أغامر كثير. بس لما سمعت هالكلمات كأنها حركت فيني شيء دفين، ففيني أنا من هذه الأغنية، فيني جانب من هالأغنية اللي هي جانب من الجنون، فحبيت أنه أغنيها لأنها فعلا تمثلني. ولما غنيتها اكتشفت أنها ما تمثلني أنا فقط، تمثل كل مرأة، كل مرأة عاقلة وحنونة وهادية يجيها لحظات إذا عملت بطريقة مش على مستواها اللي هي دوره، ممكن فجأة تقلب وتجن وتطلع من العقلانية للاعقلانية. جميل، لكن فعلا زي ما قلت لك العمل هو نزل في 20/6 وما شاء الله اليوم حنا في 23/6 والمشاهدات تجاوزت نصف مليون، هذا دليل انك اديت العمل صراحة باسلوب جدا جميل ورائع. الله يحفظك، هذا الكلام كثير يفرحني، وانا فعلا اقول لها بصراحة انه هذه اول اغنية تنجح بهذه السرعة الحمد لله. اعتقد العمل غير انه من الجانب البروفيشنال، انه عمل كثير مدروس ومتقون لحنا وكلمة وتوزيعا وميكس وماسترينج، ومن الألف للياء حتى التيم اللي كانوا حولي كانوا يجهزون العمل بحب، حابين للخير، حابين يقدمون لنادية شيء يفتح لها باب مختلف في المشوار الفني. فكثير أنا حامدة لله سبحانه وتعالى وشاكرة للناس اللي كانوا حولي ودعموني في هذا العمل. طيب يعني خلنا نتكلم معك بصراحة، ما كنت خايفة أن الفكرة، يعني أنت قلت الفكرة جديدة عليك، لما قدم لك العمل يعني جاب لك اللحن جاهز، هل الأخ طبعا بندر سعد الفنان المعروف جاب لك اللحن جاهز، قال هذا اللحن وهذه الكلمات لو سمحتي نبغاك تركبين صوتك على اللحن هذا؟ لا لا بالعكس، هو أنا سمعت عنده، أنا اللي طلبت منه أغنيها، اللي صار يعني مو هو اللي قال لي أغني كيف أغني هذه، هو سمعني كذا شغلة. أنا دائما كنت أسمع أعمال أخوي بندر سعد ودائما تعجبني، دائما يعني كنت سباقة أني أبارك له عبر الواتساب أو أنه أتصل له عشان أبارك له أي عمل جديد سواء هو غناه أو غنوا له إياها فنانين تانيين. فلما سمعت الأغنية كثير يعني كثير
يعني طلبتها على طول، قلت لها الأغنية لي الله يخليك، مع أنه تأخرت أنا في تنفيذها، لكن احترم كلمته وحافظ على الأغنية وخبها لي لين كنت مستعدة أنه أغنيها ونفذناها الحمد لله. الحمد لله، أنت تستاهلين كل خير، وفعلا أنا لما سمعت العمل هذا أعجبني بشكل كبير. بس طبعا احنا بما انك معنا على الهواء ما احنا بتركينك اخت ناديه، اذا سمحتي نمون عليك احنا، وانت اخت عزيزه غالي علينا، فانا مجنون وابغى اسمع جزء من جنونك. ها اكيد من عيونك. تفضلي تسمعين. والله ما اخليها ولا يمكن اعديها على راسها بقلبها، يجي عليها واطيها بحرق قلبي وقلبها، وقلبي اللي معي حبان وبدل فرحتها بيدي مجنونة وسويها. والله ما أخليها ولا يمكن أعديها على راسها بقلبها، يجي عليها واطيها بحرق قلبي وقلبان، وقلبي اللي معي حبان وبقتل فرحتها بيدي مجنونة وسويها. وسلامتك. شكرا لك أخت الكريمة نادية، بس ما عليش أنا عندي طلب بسيط أبحرجك على الهواء إذا سمحتي، ممكن؟ الأمر لله سبحانه وتعالى. أبغى التعاون يتكرر مع هالثنائي الجميل، أخوي فهد التوم وأخوي بندر سعد، عاد أنا أمون عليهم كلهم الاثنين. أتمنى طبعا. هاد الشخصين يعني لهم معزة كبيرة في قلبي واحترام كبير، وبالعكس هم كانوا إضافة لي وهم أصدقاء وإخوان، وصاروا إضافة أكبر لما سوينا عمل مع بعض، ورح أتشرف دائما وأبدا أن يكون لي عمل معهم. بالعكس إن شاء الله هم بس يفضول لي ويوفقون. وحنا نتشرف ببث أعمالك عبر أثير إذاعة ألف ألف أف أم. الله يحفظك. مشكورين، وبدون دعمكم أكيد أنا ما راح أوصل لأي مكان نهائيا، بدون دعمكم ودعم الناس اللي يسمعونا والناس اللي يأمنون في صوت نادي المنصوري. أخت الكريمة نادية، دائما أقولها للفنانين اللي نتواصل معهم ونتشرف بمداخلاتهم ونقول له لله ثم أنتم، كان قفلنا الإذاعة وجلسنا ببيوتنا، فلو ما عندكم أنتم جديد ما قدرنا نشتغل، فحنا ناكل عيش وراكم. واحنا بعد انتوا اللي توصلونا للمستمع، وطالما مستمعينكم انا راح اوصلهم، يعني طالما يتابعوكم معناها انهم اصحاب ذوق رفيع، فانا مطمئنه انه اغنيتي او الناس اللي راح يسمعوني عبر اذاعتكم راح يكونوا من النخبه والناس الذويقه والناس اللي تحب الفن الجميل. شكرا لك جزيلا اختي نادي، انا شاكر لك تجاوبك معي السريع لما طلبت المداخله، فشكرا لك بحجم اسماء. شرف لي والله، وسعيدين، وان شاء الله باذن الله تعالى راح نكون على تواصل دائم معك، ونتشرف ايضا ببث اعمالك عبر اثير اذاعتنا اذاعه الف الف اف ام. الشرف لي، الله يسعدك. شكرا لك. شكرا لك. كانت معنا الفنانه ناديه المنصوري اللي حدثتنا عن جديدها مجنونه وسويها كلمات الشاعر فهد التوم، الحان بندر سعد، اداء فنانتنا ناديه المنصوري. خلونا نسمع هالعمل، وبعد هالعمل بإذن الله تعالى نرجع لتواصلكم واتصالاتكم ومشاركاتكم. خلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. رجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب بكل انضموا إلينا السمع. قبل الفاصل كانت معنا الفنانة نادية المنصوري تحدث عن عملها الجديد مجنون وسويها من كلمات الشاعر فهد التوم وألحان بندر سعد. كل الشكر والتقدير للفنانة نادية المنصوري اللي تداخلت معنا وحدثتنا عن هذا العمل الجديد والفكرة الجديدة لهذا العمل. ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-217-85-85 أو على الرقم 012-161-161-100. طبعا أقرأ التعليقات بتويتر، أكثرها من البنات من الجسم الناعم،
كلهم يعلقون على هذا العمل ومؤيدين لهذا العمل بقوة، لأن الفنان نادي المنصوري قالت أنه أي بنت أحيانا لما تعرض لمشكلة، أحيانا يعني بالذات كانت هذه المشكلة سوء تعامل، تنقلب رأسا على عقب وتظهر منها تصرفات مجنونة. فكل البنات يؤيدون هذا العمل، كثير منهم لمية، واحدة اسمها أيضا، الأسماء طبعا أسماء كثيرة، أسماء بالعربي كاتبينها بالإنجليش فما أعرف أقرأ، فأعتذر إذا ما قرأنا اسم أحد. طبعا من ضمن أسماء ناخذ أول اتصال نقول ألو يا غالي. يا هلا، كل عام بخير. وانت بخير يا ابو نوره، يا هلا وغلا، كيف حالك؟ يلا حيا، كل عام بخير. وانت بخير وصحه سلامه، طمنا عنك يا غالي. ابشرك بخير، كيف انت؟ طيبين يا ربك الحمد، طيبين دائما كنت طيب يا غالي. والله ابشرك بخير ونعمه ومن عافى، عسى الله يحفظ مليكنا ويحفظ وطننا من كل مكروه. امين يا رب يا رب يا رب. يا غني على شان خاطرك، تفضل. بالعكس، احنا نبغى نسمعك يا ابو نوره، الله يطول عمرك. يا ويل من يجرحنا بظل عذار المفاريح، يموت من صوبنا والموت ما فيه ترجيح. طولي طول عليكم. صح لسانك، والله لا يحرمنا منك يا ابو نوره، وشكرا لك على تواصلك الدائم معنا، وربي يسعدك يا غالي. الله يحفظكم جميعا ونورت القناه. الله يطول عمرك، هذا نورك يا طيب القلب والذكر، يسعدك ربي. الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك يا غالي، شكرا لك. العفو. ناخذ اتصال بعد نقول الو يا غالي. الو هلا، حياك الله، يا هلا ومسهلا. من معانا مو وين يا عسل؟ من الرياض. يا هلا وغلب أهل الرياض، على أهل الرياض. هلا فيك. يا هلا وغلب، تفضل يا عسل. وش طيب حنا برنامجنا برنامج شعري، إذا حاب تقول بيتين شعر أو أي شيء حاب تقول على أي. نعم والله للأسف الشعر سجلت رقمكم قلت أكلمكم. أبرك الساعة، نسعد بسمع صوتك يا غالي. طيب طيب ساعتك أبرك، الله يطول عمرك. بس معلش، طيب ما نبي نخليك ما دامك داقن عليه، بسأل كذا سؤال على الطاير برا الموضوع. مباراة منتخبنا أيوة. يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 5. أيوة. توقعاتك؟ والله هي مع مصر صح؟ اي مع مصر الساعة 5 باذن الله تعالى. ان شاء الله نتعادلهم بس ونطلع حبايب. ايوه واحد لو توصل 5-5 متعادلين ان شاء الله. شكرا لك يا غالي، شكرا. الله يحفظك، شكرا لك، الله يطول عمرك. ناخذ اتصال بعد نقول الو يا غالي. الو، اسمعنا من التليفون، الله يسعد قلبك. الو الو هلا، حياك الله من التليفون، الله يسعد قلبك، طف الراديو. خلاص الله يبشرك بكل خير. الو تسمعني يا غالي؟ هلا والله. يا هلا وغلا، من معانا مو وين يا عسل؟ معك شاعر الشهراني. منين تكلمنا الله يسعد قلبك؟ اكلمك من عروس المصايف ابها. هلا وغلا بابها البهيه، الا انا ابها. يا لا يا لا عسيره في عسير ولا ابها من ابها. تفضل يا عسل. نعم نعم حبيب قلبي، ابها تتدين اليومين ذي بانطلاق طبعا الصيف، وما شاء الله تبارك الله تعدادات على قدم وساق، ومشكورين اللي في الأمانة والأخوان اللي متواجدين في المهرجانات، هذه جهود جبارة إن شاء الله أنها تكون يعني تنول يعني رضا الأخوان المتواجدين من بعض الدول الخليج وبعض مناطق المملكة. طبعا إن شاء الله أنا عندي مشاركة يعني للشيخ والشيخ الشيخ الشعر اللي هو سعد بن جدنا، الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يغفر له. آمين. تفضل. إلا ضاق صدرك ولا اللي تحدنك، اصبر عليها والصبر زين لو طال. كمل يا أخوي معي، شكلك ما أنت عارفها. عارفها بس والله ما بحافظها أنا طبعا. حافظ البيت المشهور يقول ودنا بالطيب بس الدهر جحا الطيب كل ما تخلص مع الناس. الله يغفر له، الله يغفر له. أي نعم. أنا حبيت أشارك، عندي مشاركة رياضية كذا إن شاء الله
يعني منتخبنا يبيض بالوجه إن شاء الله، ولا هي بغريبة على المنتخب السعودي، وصقورنا الخضر إن شاء الله يحتمون الموقف ويقومون من العثرة هذه. وأنا ما أعتبرها عثرة، رغم أن مباراة الأرجواي كانت على يعني طبع صدى عالمي كبير جدا، وتشوف كيف يعني الأخوان يعني كانوا بعض التشكيلة اللي وضعها المدرب وبعض الأسماء اللي وضعتها مثل البلاهي ما شاء الله عليه، يعني قاعد للجواريز يعني وهذا الهام الكبير وكذا. صح هم فازوا ولكن بأقل مجهود، لكن السعودية تظل قدمها يعني عالي على كل على التوقعات بالنسبة لآسيا، واحتكاكنا مع العالم هذه كلها يسبق لحين السنين طبعا في الأمور هذه والأشياء يعني ما تحسب عند الأخوان الرياضيين. طبعا أنا رياضي في الأصل جميل، واللي يحسبها يعرفها إن 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 الثلاث المباريات هذه والله العلي العظيم يعني الحياة تغيرت من 94 إلى الآن. أنا من الجيل القديم ويربطني علاقة في الوسط الرياضي، ما قدموه الصغار هذا ولا يعني صراحة يرفع بالرأس، ولا بد نحن يعني نواكبهم ونقف مع هذا الرجل، رجل المرحلة اللي هو سعادة المستشار أبو ناصر، ونلتف إعلاميا ومعاشيا ونحتويهم، وهذا في الأخير بيبيضون وجهنا بطولة آسيا، بيبيضون وجهنا إن شاء الله في بطولة الخليج. هذا حبيت تنوه وسلامة راسك. الله يطول عمرك. أنت من نادي أبها؟ كنت سابق الرياض بنادي أبها؟ لا والله أنا من نادي ضمك، أنا لاعب منتخب ألعاب قوى، لاعب ألعاب قوى، لاعب ماراثون، لعبت 94 ولعبت 84، لاعب أولمبيا طول العمر، وأنا حاليا في مدينة أبها، وأبها مليئة بالنجوم، وأبها بها يعني خاصة الأندية الصغيرة هذه اللي مثل نادي ضمك والأشياء هذه، يعني أن الأندية الصغيرة تضح يعني عندنا عدائين دوليين أمثال سعد شداد، يعني تم أمثال سعد شداد، أكثر لاعبين ألعاب القوى أكثرهم طلعوا من منطقة الجنوب. نعم ولادة، أنا عندي تشبيه صغير يعني. تفضل. يعني نيجيريا تعتبر للعالم ولادة، أو أفريقيا تعتبر ولادة، يعني منطقة الجنوب ولادة سعد شداد، هادي صاعان، نعم مسرحي، بندر شرحيلي، هذا اللي أقول لهم أسماك، عبد الله سعد، إحنا لعبنا في حقبة الثمانينات والتسعينات، ما لحقنا الاهتمام اللي ما شاء الله تبارك الله اليوم فيه الآن، وصراحة يعني اتحاد ألعاب القوى ما زال يعني في عثرة كبيرة كذا، وإن شاء الله يقوم ويصحح، وأنا أبارك لهم وأبارك لمساعدة المستشار يعني بجلب العداء الدولي والمدرب العالمي اللي هو سعد شداد للوسط الرياضي في السعودية، يعني تعرف محقق ثرية مع العداء البحرينية، محقق ميدالية ذهبية، وهذا الرجل يعني ان شاء الله يعني بيلم الناس وبيوقف الناس على 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 على, على, على الخط على الخط السوي، ولا تعاقد معه سعادة المستشار الا هو عارف مين سعد شداد. يا وفي ناس برضو يعني مدربين يوقفون معاهم، يعني في مخلد العتيبي، في محمد براك الدوسري، فيها كثيرين من العدائين القدامى اللي يعني يستفاد منهم في مجال ألعاب القوى وفي مجال التنظيم الماراثونات الدولية والجلب. يعني إذا ما نجحنا الآن متى ننجح؟ الآن إحنا في زمن طفرة الرياضة بالنسبة للوسط الرياضي في السعودية. الأول كنا عشان تظهر في برنامج زي كذا يبغالك واو عشان تطلع 10 دقائق، ما شاء الله تبارك الله شوف موضوعنا وين تحور فيه، وين رحنا، وين تكلمنا. الآن أصبح الوضع أحسن من أول وأليم من أول، والآن أصبح يعني قرية صغيرة، يعني اللي يصير في روسيا يعرف اللي في آخر الدنيا وفي أقصى الدنيا، يعني كل الدنيا أصبحت الآن مشتبكة. وصراحة ما ودي أطول عليك، بالنسبة للرياضة في منطقة عسير ما زالت تحتاج إلى اهتمام من معالي المستشار، يعني الخير مقبل بإذن الله تعالى. نعم نعم، وأنا أتمنى أن يسمعني بناصر، ومنطقة عسير تحتاج إلى 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 نظرة يعني صراحة، خاصة في مجال ألعاب القوى والمسافات الطويلة. والله طرقنا أبواب العالم يا طويل العمر، يعني ب ب بمستويات ضئيلة ومدربين يعني ضعاف جدا، مش يعني على جلب كبير، يعني سعد شداد من فين جاء،
عليان القحطاني من فين جاء. كلنا بدينا من كلنا بدينا من الصفر يعني، كلنا بدينا في أندية صغيرة زي كذا ضمك يعني. تخيل اللي سنة 84 يا أخي، تخيل من كان في الفريق المنتخب السعودي لعب للقدم، كان شاهد نفيسة من الكوكب، وكان محمد سويد من نادي ضمك، وكنا يعني جبنا كأس آسيا وكذا يعني. مفترض يكون النظرة شمولية كاملة يعني، ويضع جنب سعادة المستشار يعني ناس يعني يفهمون في الرياضة يعني، ما يعني يفهمون في الرياضة، اللي ناس اللي عاصروا الثمانينات والتسعينات، ويحاول يحتك يعني بالناس القدامى، لأن هذا اللي عندهم أفكار ولا بد إنهم يستفيدون منهم في كل منطقة يعني. حتى منطقة الطائف فيها عدائين، فيها عدائين كثار، منطقة عسير برضه فيها عدائين كثار يعني. سبحان الله كل منطقة يعني السبرنتات يعني 100 و200 و400 هذا مناطق الساحلية يعني، زي جدة زي جيزان كذا، هذا مشهورين بالسرعة. الوسطى والشرقية مشهورين بالرمي القلة والقذف القرص كذا، هذا الناس يعني. عندنا مثلا سلطان الحبشي وصلنا 21 متر يطول العمر، وصلنا أبسط يعني سم اسم الله عدوك. أنا الحديث معك شيق وذي شجون، وأنا من المهتمين بألعاب القوى، ياليت لو ناخذ رقمك تحت الهواء ونتواصل معك الغالي ونتشرف فيك. أبد. خلاص خليك مع أخونا علي نجم بإذن الله تعالى، ورح ناخذ رقمك ونتشرف بالتواصل معك الغالي، وشكرا لك وسعدنا بسماع صوتك. نطلع فاصل وراجعين. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. ومعنا الآن نجم ستار أكاديمي، الفنان الجميل الرائع، أخوي الصغير ريان عبد الرحمن. مساك الله بخير أخوي ريان. مساك الله بنور أخوي عبد المجيد، كل عام طيب إن شاء الله. وأنت بخير وبصحة سلامة. أنت وعدتني بعيدية ولا عطيتنا عيديتنا، فأنا مقهور يا أخي. أنت يفتاك كل شيء، ما يحتاج عيدية. الله يطول عمرك. إيه طيب، أنت وعدتني في عمل. أنت إيه، أنت يمكن فهمت رميت اللي رميت عليك، قلت يا أخي أنا مقهور يا أخي، عيديتنا ما وصلت، ليش تأخرت بالعيدية؟ والله مقهور أنا الحين، عرفت؟ عشان إيه نعم. كذا قاعد أشتغل، وبإذن الله العمل كان مفروض أنه ينزل خلال الأيام هذه، أيام عيد الفطر. جميل. وصارت مشكلة هناك لأن العمل كله مسوي في العراج، فحصلت مشكلة صغيرة، وإن شاء الله العمل يا بكرة يا بعد بكرة خلال الأيام هذه. كلمات الشاعر مين والحان مين يا غالي؟ كلمات الشاعر جميل ناصر شاعر عراقي، والتوزيع والحان نبيل الأديب برضو عراقي، وإنتاج طبعا الوالد وإنتاجي أنا، وشي يعني بسيط كذا، وإن شاء الله يوصل شيء خفيف كذا بإذن الله تعالى يوصل، وانت تستاهل كل خير. طيب أخوي ريان، العمل أنت تقول طبعا العمل ينفذ بدولة العراق ولا ينفذ بالإمارات؟ لا والله العمل ينفذ بدولة العراق. جميل. وتركيب الصوت انت ركبته في دبي؟ تركيب الصوت ركبته عندي في السعودية. جميل. ايه ايه نعم، ودبي هي زي ما تقول رحلة سياحة كذا يعني، شوية حفلات، عندي حفلة في أبوظبي وعندي. طيب معلش، يمكن هذا يطرح علينا سؤال، ما شفناك بالسعودية، احنا فرحنا انه هيئة الثقافة عملت حفلات بالعيد صحيح، وشارك فيها العديد من المطربين من المملكة العربية السعودية، لكن افتقدنا المطربين الشباب اللي هم أمثالك، ما لقينا لك تواجده. والله زي ما تقول هيئة الثقافة ما قصرت، ولكن طبعا ما أحد تواصل معاي وشيء، ولا أنا جاهز يعني ما عندي أي مشكلة، ولكن زي ما تشوف احنا صراحة انا ومعاي كذا فنان ما لقينا الدعم، احنا قاعدين نشتغل شخصي الحين، انتاج شخصي يعني، كل الاغاني حقتنا وكل شيء احنا ندفعها، بس زي ما تشوف ما لقينا دعم من هيئة التربية، ولا لقينا من هيئة الثقافة، ما لقينا اي شيء يعني، لا انتاج لا حضور لا، ولا احنا كلها من جيوبنا طالع، اما شيء دعم من الثقافة لا والله ما في صراحة، ما في اي دعم. لكن بإذن الله تعالى الخير مقبل أخوي ريان، مع وجود وزارة الثقافة ووجود هيئة الثقافة إن شاء الله الخير مقبل بحول الله وقوته بإذن الله. على العموم اتفضل. تفضل. لا على العموم احنا نبغى نسمع مقطع من أغنية مقهور، ها إذا سمحت. يلا من عيوني. تفضل. تسلم عيوني. دي را را
الظهور أقسمنا القهر وعني ذلك العمر يمكن على هذا الصبر ميت وما عايش أبد. يعني شيء بسيط, جزء بسيط من الغنية وهذه هدالة. طيب عندي طلب بسيط إذا سمحت يا الغالي, لا تنسانا أول ما ينزل العمل, لا تنسانا يا طيب القلب والذكر. أبد أبد راح أهديها لكم, إهدالكم وإهدالك أنت شخصيا عبد المجيد. أتشرف فيك أخوي ريان وأنا شاكر لك قبول دعوتنا, وحنا بانتظار عملك الجديد يا الغالي, ودائما نسعد بتواجد أعمالك عبر أثير إذاعتنا إذاعة ألف ألف أف أم والإذاعة إذاعتك. الله يطول لي بعمرك يا بعد راسي, وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله وبالف خير. الله يوفقك يا مهندس ريان وتستاهل كل خير يا طيب القلب والذكر. الله يسعدك أخوي عبد المجيد, الله يسعدك. شكرا لك وبانتظار عملك الجديد بقر. بس ذكرنا كلمات الشاعر مين والألحان مين إذا سمحت. كلمات الشاعر جميل ناصر والحان نبيل الأديب. وباللهجة العراقية العمل. وباللهجة العراقية, عراقي بحث يعني. جميل, حنا بانتظارك. وأنا سمعت مقطع من العمل أنت ما قصرت أرسلت لي, صراحة أنا شكيت أول ما سمعت, لو ما عرفت أنك أنت ريان عبد الرحمن كان قلت هذا فنان عراقي أصيل. يا بعد راسي يا بعد راسي عبد المجيد, من ذوقك والله. الله يطول. احد الداعمين الخفيين يعني, ما وانت اخو ما قصرت يعني, وقفات كثيره حبيبي. لا وش دعوه, هذا واجبنا احنا يعني جهه اعلاميه, واجبنا طال عمرك ندعم المبدعين اللي مثلك, وانت تستاهل كل خير الله يرضى عليك. الله تستاهل الطيبه بعد راسي, والله العظيم اني متشرف صراحه اني كنت معاك, وان شاء الله تكرر باذن الله. بحول الله وقوته, وربي يسعدك ووفقك وترجع ان شاء الله بالسلامه يا غالي. شكرا اللهم امان الله. شكرا لك. كان معنا الفنان الجميل الرائع نجم ستار أكاديمي الفنان ريان عبد الرحمن, اللي حدثنا عن عمله اللي راح يكون باللهجة العراقية بعنوان مقهور. والله لا يقهركم إن شاء الله عدو بإذن الله تعالى, العمل راح ينزل إن شاء الله بعد كم من يوم, وراح نبثه عبر أثير إذاعتنا إذاعة ألف ألف أم. خلونا مع وعد اللي تقول شاطر, وأنا أحب أقول لأخوي ريان عبد الرحمن شاطر يا ريان, وخلونا نسمع أغنية شاطر من الفنانة وعد, وخلكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى, ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. نشكر الفنان الجميل ريان عبد الرحمن نجم ستار أكاديمي اللي أعطانا فكرة عن عمله الجديد مقهور, عمل باللهجة العراقية البحتة. هذا العمل إن شاء الله بإذن الله تعالى راح ينزل بعد تقريبا يومين أو ثلاثة, وإن شاء الله راح يكون عبر أثير إذاعتنا إذاعة ألف ألف أف أم. ناخذ اتصالاتكم مشاركاتكم إذا كان في اتصال. ها ناخذ آخر اتصال أخوي علي ولا نطلع؟ طبعا للأسف لأن الوقت ما يسعفنا فما نقدر ناخذ اتصالاتكم. أحب أقول للجميع شكرا لكم بحجم السماء, شكرا لكل من غرد, شكرا لكل من حاول, شكرا لكل من غرد, شكرا لكل من اتصل, شكرا لكل من حاول أن يتصل, شكرا لكم بحجم السماء أنكم خصصتوا جزء من أوقاتكم لمتابعة برنامجنا برنامج القوافي. كل الشكر والتقدير لكم, وأيضا الشكر موصول للفنانة نادية المنصوري اللي أيضا خصتنا مداخل وحدثتنا عن عملها وكواليس عملها الجديد مجنونة, وسويها هذا العمل الناجح اللي حقق مشاهدات أكثر من 500,000 خلال 3 أيام. وكذلك أيضا أكرر شكري لأخوي الصغير المهندس الفنان المهندس ريان عبد الرحمن اللي حدثنا عن عمله الجديد باللهجة العراقية مقهور. كل الشكر والتقدير لكم. أخليكم مع قصيدة جديدة للشاعر المعروف فادي المساعد اسمها لحظة الفرقة, خلونا نسمعها مع بعض, بعدها نسمع ترجمة لهذه القصيدة بإحساس الفنان الرائع عصام كمال, غناها بأسلوب مختلف وترجمها بحسه الجميل. شكرا لكم وفي أمان الله, تصبحون على خير, تصبحون على ما تتمنون, تصبحون وأنتم بصحة ورغد من العيش. ربي يراكم. اليوم صوتي يناسب لحظة الفرقة
كانك تبين أن تفارق خلها الليلة. من ينتظر هالشقة لو ينتظر يشقى، دام الشقى ينتظرني ليه ما جيله. يا قلبي المنتظر مكتوب لك تبقى، محروم حتى من اللي كنت تشكيله. خلى المراكب تسير وودع الغرقى، فموادع الحمل راحت من هو يشيله. اللي يدور عذر لفراقي بيلقى، يا من نويت المفارق قبل تمشيله. أرحل من أحلامي اللي قلت لك ترقى، ومن روحي اللي ما عاد أعرف من هيله. ومن دفتري وارتباك خطوطها الزرقى، ومن كل ضحكة ودمعة في تفاصيله. أرحل وخذ ذكرياتك معك لا تبقى، ساعدني أرجع لنفسي كان لك حيلة. علمتك الوصل علمني على الفرقة، محتاج لي قلب يشبه قلبك الليلة.